اوكي، زي ما اتفقنا هذا هو البوك مارك اللي هنستعمله على شكل شبح هنا في النهاية، وهذا كله هيكون في وسط الكتاب وهذا الراس. طبعا انت بعدين تقدري تنقصي طوله من هنا على حسب ما انت تبي طول الكتاب، اذا كان مثلا كتابك طويل كتابك قصير تقدري تعدلي انت من الباترون لوحدك بعدين. فالكل اللي نحتاجه هو خيط صوف ابيض، خيط اسود حتى ولو قليل بس للعيون والفم، ابرة كروشيه، مقص، وابرة لتنظيف العمل، واخر شيء اللي هو قطن علشان يستعمل للحشو في الراس. فأول شيء نحن هنبدأ هنا في الراس، وننزل بعدين على الجسم. نحط كل المواد على جنب. طبعا نسيت أنبهكم على شيء، أنا هنا الإبرة اللي مستعملتها مقاسها 3.7 مليمتر، مش واضحة، المهم 3.75. ف هنا هذا الخيط حق الصوف، انا هنا مستعمله برافو. هنا طالبين لازم يكون الخيط الابره 3 أو 4 مليمتر، وانا اللي عندي 3.75، فمش مشكله يعني. المهم اهم شيء المقصود انه لازم يكون الخيط مقاس الابره يكون ماشي مع مقاس الخيط، واذا يعني تبدليها صغيره فلازم تستعملي خيط اصغر وهكذا. المهم اول ما نبدأ بالراس، طبعا عارفين انتم البداية، نلف الخيط ونطلع. اول شي هندير 5 سلاسل وننتهي بمنزلقة، 1 2 3 4 5، هذه هي 5 سلاسل. نمشي للغرزة الأولى اللي درناها وننتهي بمنزلقة، اوكي يعتبر هذا السطر الأول بس 5 سلاسل وننتهي بمنزلقة في الرأس. بعدين نرتفع السلسلة، السلسلة هذه اللي ارتفعناها ما تحسبش كغرزة، وندير 10 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ننتهي أيضا بمنزلقة. الخيط هذا نقدر نسحبه علشان بس يقفل الراس شوية. اللي بعده نرتفع سلسلة، وهذه السلسلة زي ما قلت من قبل لا تحسب كارتفاع في نفس لا تحسب كسلسلة، هي بس مجرد ارتفاع في نفس المكان في نفس الغرزة. هندير 2 حشو، 1 2، اللي بعده برضو 2 حشو، 1 2، واللي بعده 2 حشو، وهكذا لآخر الرو، كل غرزتين حشو، يعني في النهاية هتنتهي ب20 غرزة حشو.
اوكي انا هنا في اخر سلسلة حشو، هنكمل اخر واحدة، طبعا 2 سلسلة حشو، وبعدين ننتهي بمنزلقة في من الغرزة اللي بعدها. اوكي يبقى هذه هي بداية الراس. عندي هنا مجسم واحد تاني للراس، فهيكون هنا هذا 5 سلاسل، بعدين 10، قصدي اللي هو 5 سلاسل و10 و20. هنكمل بعشرين غرزة ست صفوف هكذا، يعني هنكمل بعشرين غرزة، ما فيش أي زيادة أو أي نقصان. هندير معاكم أول صف، نرتفع، ندخل الإبرة، نطلعها كذا، 1، الارتفاع لا يحسب سلسلة، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 12، 14، 16، 17، 18، 19 و20. نبي ننبهكم على حاجة، هنا في النهاية دايما هتحسوا انك انتم سايبين غرزة، لكن في الحقيقة هذا بس الارتفاع، فيبين ان انتم سايبين غرزة. هنتجلب السلسلة، هذا اللي هي سلسلة الارتفاع، ونمشي على اللي بعدها هذه، وندير منزلقة. اوكي هذا كان اول الرو الثالث، اللي هو بدينا ب5 سلاسل، بعدين 10، 20 و20. هنكمل 5 صفوف هكذا. انا هنجيكم في اخر الصف الخامس. اوكي انا هنا انتهيت من الرو السادس، اللي هو بنفس الطريقة 20 غرزة. المهم اللي بعده هيكون كله تناقص، فأهم شيء اجيبي الشغل على الجهة الثانية علشان يبان منظم اكثر. وهنبدأ اول شيء سلسلة ارتفاع، طبعا زي ما قلنا لا تحسب غرزة. اوكي في نفس المكان 1، واللي بعدها 2، وفي الثالثة نتناقص، ندخل الإبرة ونطلع، ندخل الغرزة اللي بعدها ونطلع، وناخذ 3 مع بعض، يبقى 1، 2، والثالثة زي ما اتفقنا تناقص. واحد، 2، الثالثة تناقص. واحد، 2، الثالثة تناقص. 1، 2، والثالثة تناقص. اوكي طبعا زي ما اتفقنا هذه ما نديرش فيها اي سلسلة، نمشي للي بعدها وننهي بمنزلقة. يبقى هذا اول صف في التناقص. الصف اللي بعده نرتفع سلسلة وندخل الإبرة غرزة في نفس المكان، اللي بعدها تناقص، غرزة، وفي الثاني ايش نتناقص، يعني بدينا بثلاثة ثلاثة، 1، 2 تناقص، هذا الرو 1، والتانية نتناقص، واللي بعدها يكون كله تناقص، تناقص، 1، واللي بعدها تناقص،
واحد، واللي بعد ايش؟ تنقص. زي ما اتفقنا هذه ما نديرش في اي شيء، نمشي على طول اللي بعدها وننهي الشغل بمنزلقة. اوكي، قبل ما نمشي للصف اللي بعده اللي هو هيكون تناقص كله مع بعض، هنمشي ايش؟ هنديره غرزة، هنحشو القطن، هذا القطن هنحشيه، بس اهم شيء ما يكونش ثقيل، يعني هيكون قطن خفيف بحيث انك اول ما تضغطي على الراس يمشي معك، علشان اذا حشيتيه مثلا واجد وبعدين جيتي حطيتيه في الكتاب، هتلقي ان الراس يبقى دايما هكذا، الراس يبقى دايما كذا مرفوع على لورا مرمي، مش هيكون كما تقول ثابت كذا راكب في الجسم، يكون في الوسط. هناخد القطن ونحشيه. انا مثلا كده شايفة ان هذه الكمية كمية كافية. الصف اللي بعده طبعا هننزل بس الحشو بصبعي، علشان ايش؟ علشان ما يضايقناش اثناء العمل نرتفع. فهذه الغرزة واللي بعدها تناقص، هذه واللي بعدها تناقص، يبقى كل اتنين تناقص، واحد واثنين ونتناقص، اللي بعدها واحد اثنين نتناقص، واحد واثنين ونتناقص، وننتهي العمل بمنزلقة. طبعا زي ما اتفقنا هذه ما نديرش فيها اي شيء، نمشي على طول اللي بعدها وتناقص. اوكي، يبقى هنا انتهينا بخمسة، واحد ثلاثة أربعة خمسة، يبقى هنا انتهينا بخمس غرز في الرأس. اوكي، طبعا هنا انتهينا من الرأس، اخر شيء هيكون وضع الاعين والفم، فتوه هنبدأ في الجسم. اول شيء ندير خمس سلاسل، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، ندير سلسلة كارتفاع اللي هي السادسة، نقلب الشغل من هنا ونتسيب أول واحدة اللي هي السادسة، نمشي للغرزة الخامسة وندير غرزة ايش؟ حشو، واحد واللي بعد غرزة حشو، اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طبعا هنا البترون هيكون شوي مختلف، هنا هيكون في كل اثنين هنقفلهم مع بعض، يعني ندخل هنا واحد ونمشي للجهة الثانية وندير اثنين، هذا واحد والجهة الثانية اثنين، ننتهي بغرزة حشو، والثالثة هنا ندخل. طبعا هم يمكن يكونوا مش واضحين، المهم ان انتي شنو في وسط الراس هتكون عندك ثلاثة غرز. وايش؟ نكمل خمس سلاسل، اثنين ثلاثة اربعة، والسادسة كارتفاع، هذه غرزة حشو، واحدة اثنين
عارف. أربعة و خمسة هنكمل آخر صف بإيش منزلقة؟ السطر اللي بعده نرتفع. في أول غرزة هندير سلسلتين غرزتين حشو، واحد اثنين. في اللي بعده غرز عادية للآخر. طبعا هتكون في البداية غرزتين حشو، في النهاية أيضا هننتهي بغرزتين حشو. طبعا انا هنا لو تلاحظوا اخذت غرز المنزلقة معايا، ففي الشغل مش هيكون بينات علشان اوريدي انا اخذت فوقهم ومشيت. هذه الغرزة الأخيرة زي ما اتفقنا هيكون فيها ايش؟ غرزتين حشو، واحد واثنين. فمن هنا كده الجسم هيبدأ. السطر اللي بعده نرتفع سلسلة، هيكون عادي ما فيش اي زيادة او اي نقصان، يعني في كل غرزة حشو هتكون غرزة. هذه آخر غرزة ننتبه لها علشان هي مش سلسلة، ولكن احنا درنا غرزتين حشو في الأولى والأخيرة. طبعا اوكي، يبقى هذا السطر انتهينا منه، ما كانش فيه أي زيادة ولا أي نقصان. السطر الرابع نرتفع سلسلة، اوكي هنتناقص في اول اثنين، واحد اثنين تناقص. اوكي اللي بعده نورمال للاخير، نسيب اخر غرزتين علشان ايش؟ نتناقص فيهم. سوري هنا نسيت ان هو تناقص في اثنين، هنرجع نبدأ في هذا السطر من جديد. اوكي طبعا هنا ارتفعنا السلسلة، هذا في السطر الرابع نرتفع سلسلة نتناقص في اول اثنين. اوكي يبقى هذه واحد وهذه اثنين، هذا تناقص
برضو اللي بعدهم الاثنين اللي بعدهم تناقص. يبقى بدينا بغرزتين تناقص وهننتهي بغرزتين تناقص. اوكي يبقى هذه تناقص، واللي بعدها تناقص، ثلاثة نطلعهم مع بعض لارتفاع السلسلة. السطر اللي بعده مش هيكون في اي تناقص او اي زيادة، هنكمل السطر عادي جدا. لارتفاع السلسلة السطر اللي بعده هيكون مثل السطر الرابع، هيكون تناقص أيضا في أول اثنين. واحد اثنين تناقص، واحد اثنين تناقص، نكمل عادي. في آخر أربعة هيكونوا غرزتين تناقص، واحد اثنين تناقص، واللي بعده واحد اثنين وتناقص. لارتفاع السلسلة السطر السابع هيكون عادي جدا، ما فيش اي زيادة او اي نقصان. كده نكون درنا أول تمويج في الجسم اللي هو في البداية، هذا التمويج اللي هو أول واحد، هذا هو هنا الوسط، بعدين هنا هيكون في زيادة أيضا. هنا ارتفاع السلسلة هذا السطر هيكون فيه زيادة واحدة في الأول. أوكي كده يبقى غرزتين حشو في أول سلسلة وغرزتين حشو في آخر سلسلة، والباقي غرز عادية في الوسط. أوكي أنا هنا في آخر غرزة هيكون فيها غرزتين حشو، واحد اثنين. اللي بعدها هنرتفع السلسلة، نقلب الشغل، هيكون ما فيش اي زيادة ولا اي نقصان، نكمل عادي جدا. السطر يبقى اما سطر يكون فيه مثلا نقصان، بعدين يكون سطر عادي، بعدين زيادة، سطر عادي، نقصان، وهكذا. هذا التمويج الثاني. السطرين اللي بعدهم هيكونوا نقصان، نقصان في أول واحدة فقط. طبعا ارتفعت سلسلة، هذا أول واحد نقصان، نكمل عادي. واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة، ستة وسبعة هيكون في نقصان، واحد اثنين هكذا نقصان. نرتفع السلسلة، نقلب الشغل، أول غرزتين هيكونوا تناقص بين غرز عادية، واحد اثنين ثلاثة، وهذين الاثنين هيكونان تناقص.
نرتفع السلسلة. هذا اللي هو التمويج الثاني، هنا شيء بسيط جدا. طبعا رفعنا السلسلة، نقلب الشغل، هيكون أيضا نقصان في أول وفي الآخر. وغرزة حشو هتكون واحدة بس في النص، وهتكون في النهاية إيش؟ تناقص. أوكي، بهكذا نعتبر نهينا من انتهينا من الجسم من أول ما بدأنا في النقصان المتزايد. يعني هنا كانوا زدنا من هنا 5 و5 ومشينا عادي جدا. هنا نبدأ في التناقص لغاية ما نوصل اللي هو الذيل. هنا بدينا في تناقص، وصلنا إلى 3 غرز تناقص، وبعدين هنكمل علشان نوصل لآخر الذيل. هنرتفع سلسلة، هنتناقص في أول واحد، وبهكذا نكون انتهينا باثنين. نرتفع سلسلة ونكمل عادي، غرزة حشو في الأولى وغرزة حشو في الثانية، ارتفاع سلسلة، واللي بعده غرزة حشو في الأولى وغرزة حشو في الثانية. هنستمر على هذا الباترون اللي هو غرزتين حشو غرزتين حشو غرزتين حشو لين ما نوصل 20 سطر. يعني هما في الأصل 22، فنحن تودرنا 2، هنكمل ل 22 سطر. أنا هنجيكم في السطر 19 ونكمل معكم السطر 20، وهنوريكم إيش اللي هي الخطوة اللي بعدها. انتهيت من الـ21، الصف 21، وأريد أرتفع السلسلة، فهنقلب الشغل نشتغل معكم 22. 1 2 ونرتفع، ندير السلسلة. أوكي، طبعا زي ما قلت لكم أنا بدي على حسب الكتاب بتاعك. إذا تبي إذا كتابك كبير أو صغير، مثلا إذا كتابك صغير تقدري تنقصي الغرز من هذين، بدل 22 تديري مثلا 20 أو 12 أو أي شيء على حسب الكتاب. السطر اللي بعده هيكون تناقص، 1 2 تناقص، هننتهي بغرزة واحدة، نرتفع، نقلب العمل، غرزة حشو عادية وتنتهي، نرتفع سلسلة، نقلب الشغل، غرزة حشو ونرتفع. طبعا هنا صفين، هنكمل أيضا 22 صف بهذه الطريقة، غرزة حشو واحدة في كل صف. هنجيكم في آخر الصف 22 اللي هو آخر أو 20، وهنوريكم إيش هتكون الصف اللي بعده. انتهيت من اللي هو 21، هنرتفع سلسلة، نقلب الشغل، وننتهي من 22. هذا هو 22، وبهكذا نكون أيضا انتهينا من الذيل. السطر اللي بعده هيكون هو آخر شيء، إن نحنا بس ندير إطار على كل هذا الشكل زي ما درنا هنا، إطار علشان يبان الشغل منظم بدل من هذا الشكل، شكل الارتفاعات والتناقص وهكذا، فيكون الشكل متناسق ومنظم. هنرتفع السلسلة في نفس المكان، ندخل وندير غرزة حشو اللي بعده غرزة حشو، وهكذا نلف على الإطار كله بغرزة حشو. طبعا في بس ملاحظة واحدة في الأماكن اللي فيها زوايا مثلا هذه أو هذه، هيكون في غرزتين حشو مش غرزة واحدة. مثلا إذا أنا جيت هنا فممكن نبدأ في هذا الغرزة، هندور غرزتين حشو بدل واحدة. نفس الشي هنا، غرزتين حشو مش واحدة، بس علشان يبان الشغل منظم أكثر.
اوكي، زي ما قلت لكم هنا وصلت لي الغرزة اللي فيها تكون غرزتين حشو مش غرزة واحد. اوكي، هنا درت 2 غرزة حشو، باقي هيكون غرزة حشو واحدة.